ما هو قادم في نشرتنا أخبار الاقتصاد؟ نتابع أخبار الاقتصاد مع الزميلة دينا شرف. أهلا بك دينا. شكرا لك ياسر، شكرا لك هبة. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء الأدبية التابع للهيئة سفينة على متنها حمولة مكونة من 42 ريشة رياح قادمة لمحطة كهرباء بمدينة رأس غارب لتوليد الطاقة الكهربائية اعتمادا على طاقة الرياح، وذلك لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء. ويأتي ذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لمجاهبة التغيرات المناخية في ظل استضافة مصر للدورة 27 لقمة مؤتمر الأطراف للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل. أكد وزير البترول طارق الملا على أهمية الاستمرار في رفع كفاءة منظومة تسويق المنتجات البترولية والخدمات المقدمة للمواطنين بما يتناسب مع التطور العالمي الذي تشهده منظومة نقل وتداول المنتجات البترولية. جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اجتماعات الجمعية العامة لشركتي التعاون ومصر للبترول عبر الفيديو كونفرنس، وذلك لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021-2022. وإلى سوق المال، حيث تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات نهاية جلسات الأسبوع وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 530 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687 مليار و400 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9955 نقطة متراجعا بنسبة 55%، ليغلق عند مستوى 9933 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2188 نقطة مرتفعا بنسبة 17%، ليغلق عند مستوى 2192 نقطة. وفتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3122 نقطة ليصعد بنسبة 14%، ويغلق عند مستوى 3127 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيه و42 قرشا للشراء و19 جنيه و54 قرشا للبيع، كما سجل اليورو 19 جنيه و18 قرشا للشراء و19 جنيه و30 قرشا للبيع، الجنيه الاسترليني 21 جنيها و99 قرشا للشراء و22 جنيها و12 قرشا للبيع، الدرهم الإماراتي سجل 5 جنيهات و29 قرشا للشراء و5 جنيهات و32 قرشا للبيع، وأخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيهات و16 قرشا للشراء و5 جنيهات و19 قرشا للبيع. أنهت أسواق الخليج تعاملاتها على تراجع بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل حاد، وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 0.8%، وأنهى مؤشر أبو ظبي تعاملات اليوم مستقرا، وأيضا تراجع المؤشر القطري 0.9% مع هبوط أغلب الأسهم المدرجة عليها، كما هبطت بورصة البحرين بنسبة 0.2%، وتراجع سوق الكويت بنسبة 0.7%. زاد عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات للبطالة الأسبوع الماضي زيادة بسيطة، ما يشير إلى أن الفرص بسوق العمل لا تزال كبيرة للغاية رغم رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة لتهدئة الطلب. وقالت وزارة العمل إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت بواقع 5000 طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ
213,000 في الأسبوع المنتهي في 17 من سبتمبر الماضي. ختام أخبار اقتصاد.